بعد يومين فقط على تلويح وزير خارجيته بشن بلاده عملية عسكرية داخل سوريا في حال فشل نظام ميليشيا أسد بالإيفاء بتعهداته بوقف تدفق المخدرات نحو دول المنطقة، هاجم سلاح الجو الأردني بلدة الإشعاب في أقصى جنوب سوريا مستهدفاً منزل أحد أكبر تجار المخدرات والسلاح الذي قتل مع كامل أفراد أسرته نتيجة القصف الذي طال منزلهم. اللافت أن القصف جاء بعد ساعات من قرار إعادة النظام لجامعة الدول العربية، الأمر الذي يشرع أبوابا واسعة للأسئلة ويضيف للملف السوري سكة جديدة تتفرع عن مسارات سابقة وربما تتفرع عنها مسارات لاحقة هي الأخرى. في تصريحه لشبكة CNN يوم الجمعة قال الوزير الأردني أيمن الصفدي: نحن لا نتعامل مع تهديد تهريب المخدرات باستخفاف، إذا لم نشهد إجراءات فعالة للحد من هذا التهديد فسنقوم بما يلزم لمواجهته، بما في ذلك القيام بعمل عسكري داخل سوريا للقضاء على هذا التهديد الخطير للغاية، ليس فقط على الأردن ولكن عبره نحو دول الخليج والدول العربية الأخرى والعالم. ينتهي الاقتباس. فهل تقرر بهذه السرعة أن نظام ميليشيا أسد فشل كحكومة شرعية في الإيفاء بتعهداته لمواجهة خطر المخدرات، أي بعد ساعات فقط ما استدعى هذا التحرك الأردني اللافت؟ ضمنياً ربما، أما رسمياً فلا، والدليل أنه بعد ساعات من الغارة الجوية التي لم تقر بها عمان قالت وزارة الخارجية الأردنية إنه تم التوصل لاتفاق أردني سوري على تشكيل فريق أمني سياسي لمواجهة خطر المخدرات. هذا يعني أن الهجوم تم بالتنسيق والاتفاق بين الجانبين، وعندما نقول الجانبين هنا فنحن نقصد نظام ميليشيا أسد والعرب. نعم، ليس الأردن فقط بل العرب الذين توصلوا لصفقة مع هذا النظام بعد اجتماعي جدة وعمان الوزاريين، ولم يتم الكشف عن مضمون هذه الصفقة الحقيقي بعد. طبعا قضية عودة نظام أسد للجامعة العربية وتقديم مساعدات مالية له وإطلاق مبادرة الخطوة مقابل خطوة كمنهجية للحل السياسي ليس هو مضمون الصفقة الذي نتحدث عنه، بل نشير هنا إلى مضمون غير معلن والأيام وحدها كفيلة بالكشف عنه، إلا أن ذلك لا يمنع من استشفاف واستنتاج ومحاولة فهم ومعرفة هذه الصفقة التي تقول كل المعطيات إنها لن تخرج عن أحد احتمالين: إما أنها تضمنت الاتفاق مع نظام ميليشيا أسد على أن يكون للعرب الحق بالتحرك لحماية أمنهم ومصالحهم في سوريا وبيدهم مقابل تعويمه وإعادة الشرعية له، أو أنها صفقة تنص على أن العرب لهم منطقة نفوذ هي الجنوب ولهم حق التصرف فيها برضا إيراني مقابل مساعدة نظام أسد على استعادة السيطرة على بقية المناطق السورية.